كما حرقوني في كبتي يتحرقوا تاهم يذوقوا العذاب اللي ذاق ولدي. ولدي تحرق تاهم يذوقوا عذاب الحريق. واش تحرق ولدي؟ حشوم عليكم اسيدي، اش بغيتوا عند ولدي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مالكم اودي هاد الحاله؟ شويه ما كتعرفوا عليه والو وكذبتوا عليه. مالكم اسيدي هاد الحاله وكتقولوا موثوق؟ حشوم عليكم. وهاد الناس هادو نبغي نوجه للناس المسؤولين الفعله اللي فعلوا لولدي تفعلهم تاهم. كيما حرقوني في كبتي يتحرقوا تاهم يذوقوا العذاب اللي ذاق ولدي. ولدي تحرق تاهم يذوقوا عذاب الحريق. واش يتحرق ولدي وهما يرتاحوا؟ واش ولدي محروق ومليح في قرقارة؟ واش هذا هو الإسلام؟ واش هذا هما المسلمين؟ واش هذا هو قول الرسول فينا؟ لا، هادو السيما كما قال الله تبارك وتعالى السني بالسني. هاد الناس خاصهم ياخذوا العقاب ديالهم كما حرقوا ولدي تحرقوا تاهما. لا حول ولا قوة الا بالله. ما بقاش عندنا الجهد. كي ولات حالة العائلة ديالها كلها منهارة. ما بقيناش كده نخرجوا، ولينا مخلوعين ومتيقينش. ولينا نخرجوا ومتيقينش. اللي خرجنا كنقول يحضر راسك، اللي خرج من الدار عندك. ما بقيناش كنخرجوا على انفراد، ولينا كنخرجوا مجموعات. ما بقى حتى واحد يخرج بوحده ابدا. ولا دري صغير اللي بغى يخرج يشري شي حاجه ولا هذا، ما يمكنش يمشي بوحده. وجبوا الناس اللي خرجوا الاشاعات، اللي كانوا كيخرجوا الاشاعات، هذوك الناس لا حول ولا قوه الا بالله. محشوم عليكم اسيدي. واش ما اتقيتوش الله؟ واش تاخذوا اخبار تديروا لولدي اخبار زائفه؟ محشومه عليكم، محشومه وموثوقه، اخبار موثوقه لا حول ولا قوه الا بالله. ها محشومه عليكم اسيدي، محشومه عليكم لا حول ولا قوه الا بالله. اش تقولوا الله عز وجل؟ نعم سيدي. خافيكم الحال نسمع بزاف. ما من وليت كنسمع على ولدي هكاك صافي، ولدي كنقول يمكن ولدي واقيلا فيها الشيء. وانا ما مربيش على بحال هكا، وانا مربي ولادي كلهم، مربيهم تربيه حسنه. تم تجويد القران كيجودوا هذاك الولد هذاك. كان واحد التجويد عنده لا حول ولا قوه الا بالله. الا سمعتي التجويد ديالو كتقول عبد البسط عبد الصمد. الحمد لله. كان تيهضر على الاخره بزاف. وحطوا في ولدي هاد المسائل هادي لا حول ولا قوة الا بالله. حشومة عليكم اسيدي، اش بغيتوا عند ولدي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مالكم اودي هاد الحالة؟ اش بغيتوا عند؟ ما كتعرفوا عليه والو وكذبتوا عليه. مالكم اسيدي هاد الحالة وكتقولوا موثوق؟ حشومة عليكم، مصرف فيكم شعار قولوا لينا. مالكم اودي؟ علاش؟ واش هاد الشيء اللي قال لكم الله عز وجل؟ امركم بالكذوب؟ الناس ديال الامن تعذبوا بزاف. كنطلب من الله يسمحوا لينا، راه تعذبوا بزاف، يسمحوا لينا بزاف، عذبناهم. كاين اللي مسكين ما كينعش، من نهار مات ولدي ما كينعش، خدام ليل نهار. كنطلب من الله تبارك وتعالى يسمح لينا، يسمحوا لينا، تعذبوا بزاف، جاعوا. عرفتم كيباتوا خدامين بالجوع؟ عرفتم كيخدموا في البرد؟ عرفتهم كيخدموا في الشمس، ضربوا الطريق، وقفوا بزاف. يسمحوا لنا بزاف، الله يجزيهم بخير، راهم تبحنوا بزاف. الله يكثر خيركم، وراه بليكم بلا بيكم ما عندناش معيشه، ما عندناش راحه. راه كل ما كنتوش انتوما راه ما نعيشوش. راه كنا متنا شحال هذا. كره نقارضنا غيبقاو على المجرمين. غيبقاو على المجرمين في البلاد. والله يسلمك. والله ما امين يا رب. اللهم امين يا رب.